بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله اليوم هنبدأ مع هيكل الرياضيات للصف العاشر عام، طبعا منهج الريفير عشان محدش يتلخبط معنا. فإحنا إن شاء الله هنتكلم عن منهج الريفير، فنخلي بالنا. طيب، وطبعا هنا الملزمة اللي قدامنا دي من إعداد أستاذنا الفاضل الكبير مصطفى عبد العزيز من دسة الحصن، وأنا عدلت عليها علشان نقدر نشتغل عليها على اليوتيوب. فشكر خاص للأستاذ مصطفى عبد العزيز، ونبدأ مع بعض على الهيكل بتاعنا ونشوف الأسئلة بتاعتنا عبارة عن إيه. أولا عندنا سؤال، أو السؤال الأول هو جايب لي مثال محلول. طبعا مش مشكلة يعني المثال المحلول، أو ممكن يجيب لي اللي هو التمرين الموجه اللي تحت من اللي تحت موجودة في نفس الصفحة في التمرين المجهول. ولكن هنا نخلي بالنا إيه المطلوب عندي. فهنا بيقول لك find the BF. فين البي إف؟ يبقى انا عندي هنا بي اف، يبقى هذه الجزئين، يبقى انا عايز اجيب طول الجزء ده. فبيقول لي find the BF if D is a circumcenter of triangle. circumcenter معناها مركز الدائرة التي تمر برؤوس المثلث بهذا الشكل. يبقى الدي دي عبارة عن مين؟ مركز الدائرة. طيب AC اعطاني بكام؟ هو اعطيني AC، يعني هنا الـ AC كامل كده، الضلع كامل ده، عطوني 9 سنتي. يبقى خلي بالي عشان افهمها كويس. طيب DE فين DE؟ طبعا هنا حرف الـ E مش واضح، يبقى E. DE عطاني بكام؟ 1.83، تمام. وDF عطيني DF، هذه الجزئية. DF بكام؟ عطاني بـ 1.53. ادي المعطيات الموجودة عندي، وطالب مني اوجد BF. طيب نخلي بالنا من هذه الجزئية. اولا لما يكون عندي، طالما قال لي ان دي هي سيركموسنتر او مركز الدائرة الخارجة على المثلث او المرة برؤوس المثلث، لازم اعرف لما يعطيني هنا هذا الضلع عمودي، يبقى لازم يقسم هذا الوتر الى ضلعين. هو AC ده طالما دائرة يبقى أصبح وتر كورد. طيب إذن هذا الجزء يساوي جزء. نفس الكلام لما أنزل عمود من مركز الدائرة، من مركز الدائرة على وتر، يبقى يقسمها نصفين. يبقى أنا لو حصلت هذه الجزئية من خلالها أقدر أوجد مين؟ أوجد كمان، يبقى هي نفسها مين؟ نفسها البي إف. فطبعا نخلي بالنا زي ما قلنا إحنا إن طول العمود لما يكون عندي عمودي على الوتر، قسم هذا الجزء إلى يا شباب؟ إلى نصفين. يبقى احنا نبدأ نوجد الضلع مين؟ اللي هو EC، الضلع EC. فEC عبارة عن مين؟ أقدر أقول EC هي عبارة عن نص AC، يبقى عبارة عن نص التسعة كام؟ يبقى 4.5 سنتيمتر، أو هنا ما كتبش سنتيمتر، يبقى هو مش كاتب هنا تمييز، فمش هكتب التمييز. يبقى أنا كده عرفت مين؟ عرفت إن هذا الضلع 4.5. يبقى أصبح عندنا في مثلث بهذا الشكل، هذا مثلث بهذا الشكل. عندنا زاوية قائمة، هذا الضلع 4.5، هذا الضلع 1.83. يبقى نقدر نوجد الضلع مين؟ اللي هو دي سي، دي اي سي. وهنا يبقى نقدر نستخدم نظرية فيثاغورس. يبقى انا عندي دي سي، او اللي هي دي سي تساوي، ممكن على طول الجذر التربيعي كده، دي سي هو الوتر. يبقى اذا هعمل ايه؟ هعمل عملية جمع، يبقى مربع الضلع الاول زائد مربع الضلع الثاني. طب هذا الجزء عامل ايه بالآلة الحاسبة؟ يبقى اذا الآلة الحاسبة بتاعتي اقول الجذر التربيعي عبارة عن مين؟ 1.83 تربيع، بعد كده زائد، ممكن اكتب على طول 4.5 كده تربيع من غير اقواس عادي، مفيش اي مشكلة، واقول يساوي، حصلناها كام؟ خلي بالك، يبقى 4.85 جنبها 7، يبقى 86، يبقى دي 4.86. يبقى احنا اوجدنا مين؟ دي سي دي. طب لو انا اوجدت سي دي، يبقى اقدر اخذ المثلث الثاني الواحد اللي هو بهذا الشكل. احنا اوجدنا دي خلاص، اللي هو مين؟ عبارة عن 4.86. عندنا دي 1.53، هذه الزاوية قائمة، وعندنا دي الاف، وعندنا دي السي. فانا لو حصلت على اف سي، يبقى هي نفسها بي اف، يبقى هطبق نظرية فيثاغورس تاني، ولكن هذه المرة اف سي تساوي كام؟ أقول الجذر التربيعي هنا عملية طرح، يعني دي الوتر معلوم،
يبقى لازم نطرح، يبقى هطرح الوتر مربع الوتر 4 8 6 تربيع، هطرح منها كام؟ 1.5 3 6. يبقى إذن بالآلة الحاسبة كام؟ يبقى عندنا هنا الجذر التربيعي 4.86 ناقص 1.53 يساوي يبقى 4.61. يبقى إذن هذا الضلع بكام؟ 4.61. طب ما احنا عارفين إن طالما عندنا دي اف عمودي على أو بيربنديكولار باي تو بي سي، يبقى لازم ننصفه. يعني نقدر نقول إن عندنا بي اف لازم يكون عارفها الخواص يساوي الاف اف سي. طب والاف سي جبناها بكام؟ 4.61. يبقى البي اف يساوي 4.61%، وهذه المسافة خلصت. يبقى هنا نخلي بالنا من هذه القواعد. طالما عندي سيركم سنتر يبقى لازم مثلا كده، ورسمت مثلث وعندنا سيركم سنتر عملت عمود كده، يبقى اعرف على طول هذه الزاوية القائمة هتنصف لهذا الجزء، تنصف الضلع. يبقى خلي بالك، يبقى هذه الجزء مهمة جدا. كمان ايه، انا لو وصلت كده يبقى اقدر اعملها في الحالة دي، اقول ده مثلث قائم الزاوية وهطبق نظرية الزاوية. خلي بالك كمان الضلع اللي احنا جبناه هو اساسا دي سي، ممكن يطلب ايه الار، اللي هو ايه الار اللي هو الريديوس اللي هو نصف قطر الدائره اللي هو خارج عن المثلث. فلو طلب الار يبقى معناها اوجد دي سي او اوجد دي اي او اوجد مين دي بي، اي واحده من الثلاثه. هذه بالنسبه مين؟ بالنسبه لهذا النوع من الاسئله. فطبعا مساله بسيطه وسهله جدا. كمان حاجه تاني، يعني مثلا انا قلت لك دلوقتي ان انا هوجد هذا الضلع لو اف سي. طب ما احنا عارفين، اقدر اقوله كمان ان عندي هذا الضلع اللي احنا اوجدناه اول حاجة عندنا اللي هو اول خطوة عبارة عن اه عبارة عن ريديوس في الدائرة. طب ما هذا الضلع برضه يعتبر ريديوس، يبقى هما الاثنين زي بعض. فممكن اخد المثلث اللي فوق ده، اخد المثلث اللي فوق كده اجيب منه مين على طول، هوجد منه اف بي مباشرة ب بدأ وبدل اه ما اكتب الجزء الاخير ده، ولكن هقول له ان عندي دي سي تساوي دي بي، يبقى دي اكتبها كام؟ يبقى 4.86. وبكره هطبق على المثلث الثاني وخلص المثل. ولكن اي واحده فيهم او اي طريقه فيهم مفيش اي مشكله فيها، طريقه صحيحه، المهم احل السؤال وانتهت المثل. فخلي بالي من هذه الجزئيه. تعال بقى نشوف نوعيات اخرى من المسائل ونشوف نحلها ازاي. السؤال الثالث في الهيكل بيتكلم عن بروف ثيروم اند سولف بروبلم اباوت بيربنديكولار باي سيكتورز اوف لاين سيجمنت. طيب هنا نخلي بالنا، اول ما عندنا دي طبعا جي ام هي لاين سيجمنت، اول ما الاقي عمود عليها، عمود يعني زاويه 90 او زاويه قائمه او بيربنديكولار، وعندنا هذين الضلعين متساويين يعني انقسمت القطعه المستقيمه الى جزئين متساويين، يبقى لازم هاتين الضلعين لازم يكونوا متساويين. طب انا عندي 2.8، يبقى هذا الضلع كام؟ 2.8. خلص المثال، حاجه بسيطه جدا. طب انا دي عندي عمودي طب هل الاثنين دول مساوي؟ بيقول لي 5 و5، هنا اعطاني كان رموز، هنا اعطاني ارقام. طالما القطعتين متساويتين والخط ده اللي هو اكس زد عمودي، يبقى لازم الضلعين اللي هنا يكونوا متساويين. يبقى اكس دبليو يساوي كام؟ 5.5. طب ايه تاني؟ العكس بتاعنا، لو انا عندي الضلعين دول متساويين والزاويه دي قائمه، يبقى لازم الضلعين اللي تحت ايضا متساويين، يبقى دي 4.2. فمساله بسيطه جدا مش هتاخد معاك ثواني في الحل. طيب مره تانية اهو، خلي بالك وعامل رمز هنا، يبقى نفس الرمز ده، يبقى دي كي ام عموديه بيربنديكولار تو ار ال اند ار ام ايكوال ام ال، يبقى في الحاله دي ار كي يساوي كي ال، يبقى اذا كي ال 4.2. طب الثانيه نفس الكلام، نفس القاعده، يبقى دي 7، يبقى الثانيه 7. طب هو بيقول الاثنين دول متساويين وفي هنا زاويه قائمه، يبقى هذا عباره عن مين ده؟ العمود ينصف القاعده. طب ينصف دي، طب هي طولها 12، يبقى اذا كي ال هتساوي نص ال 12. النص ال 12 كام؟ هتبقى 6. خلص المثل. فالسؤال الثاني ده من الاسئله بسيطه جدا في الامتحان، وخلي بالك هتلاقيها ان شاء الله مش هياخد معاك اي وقت. نيجي كمالة السؤال ده، طبعا في اكتب السؤال ممكن يجيب لي حاجه زي كده. ايه هي؟ طب وايه المشكله؟ هطبق القاعده، طالما عندي زاويه قائمه، عندنا بي دي عمودي، وهذين الضلعين متساويين، يبقى لازم الضلعين او القطعه الاولى تساوي القطعه الثانيه. يبقى في هذه الحاله اقدر اقول له دي سي بتساوي دي اي. الدي سي عباره عن 5 اكس ماينس 6 ايكوال 3 اكس بلس 8.
هات الاكس مع الاكس والرقم مع الرقم، بس هنغير اشارات، يبقى 5x ماينس 3x equal 8 plus 6، يبقى اصبح 2x عندنا يساوي كام؟ 14 divided by 2 then x يساوي كام يا شباب؟ يساوي 7. ادي سؤال تاني. طب واللي مثلا يجيب بيها مع نفس الكلام، طالما عمودي وعندنا هذه ضلع العمود يساويين، يبقى القطعه، يبقى العمود عمليه للقطعه المستقيمه اللاين سيجمنت قسمها الى نصفين، يبقى هذين متساويين، يبقى اذا 5x ناقص 30 تساوي 2x زائد 24. هات الاكس مع الاكس وهات الرقم مع الرقم، يبقى عندنا 5x ناقص 2x. لما ارحل من طرف لطرف اغير اشاره، يبقى عندنا 24 بالموجب، ولكن دي سالب 30 تروح بموجب 30، يبقى اصبح عندنا 3x تساوي كام عندنا؟ 54. قسم على 3 يبقى عندنا 1، 24 على 3 كام؟ 8، يبقى 18. يبقى هذه قيم x اللي طالبها مني، بيقول لي find the value of x. طيب الجزء الثاني بيقول لي نفس السؤال، determine whether there is enough information given in each diagram to find the value of x. هل المعلومات اللي عندي كافيه عشان اوجد قيمه x ولا لا؟ If there is, find the value of x. والله لو معلومات كافيه هات لي قيمه x. If there not، يعني لو ما كانش معلومات كافيه، explain what needs to be given، اشرح لي ايه المطلوب يكون موجود عندي عشان اقدر احل اوجد قيمه x. طب هو هنا بيقول لي هذا الضلع يساوي هذا الضلع، هل نقدر نقول دي بتساوي دي؟ لا، خلي بالك احنا عندنا شرطين، لازم يكون القطعه المستقيمه تساوي القطعه المستقيمه، وفي نفس الوقت في زاويه قائمه. مش موجوده الزاويه القائمه، يبقى اقول له نو، يبقى نو انف انفورميشن، يبقى كلمه نو معناها كده نو انف انفورميشن. يبقى اذا ده ادي بالنسبه للمساله. طب ايه الموجود المفروض لسه جاي لينا، ايه المفروض اللي بعطوهولنا في السؤال؟ ان لازم المستقيم ده يكون ماله، او البايسيكتور ده طالما قسم القطعه المستقيمه تحت نصفين يبقى اسمه بايسيكتور، يبقى لازم البايسيكتور يعمل ايه؟ يكون بيربنديكولار تو ذا سيجمنت لاين، يعني لازم يكون زاويه قائمه كتبناها لك، يبقى تو ميت ذا كريتيريا اوف ذا بيربنديكولار بايسيكتور ثيرم وي نيد تو نو if the segment is bisector is a perpendicular bisector ولا لا. يبقى انا لازم اكون عارف، او انا محتاج اعرف هل البايسيكتور اللي قدامنا ده القاطع او المنصف اللي عندنا ده عمودي على القطعه المستقيمه ولا لا. لو قال لي انها عمودي يبقى خلاص اقدر اقول له ايه، اقدر اجيب قيمه اكس، واكس تبقى ب7. طب هنا ما فيش المعلومه دي، يبقى ما اقدرش اجيب قيمه اكس. طب الثانيه اعطيني ايه؟ اعطيني زاويه قائمه. طب طالما اعطيني زاويه قائمه، هل هو عاطيني ضلعين متساويين مثلا؟ هو عايز اكس، ما ينفعش اقول اكس يساوي 3. امتى اقول اكس يساوي 3؟ لو اعطاني هذا الضلع يساوي هذا الضلع. طب هو مش عاطيني المعلومه دي، يبقى اقول له نو انف انفورميشن. طب ليه؟ احنا المفروض وي نيد تو نو ويذر ذا هايبوتينيوس اللي هو الضلع اللي هو مين ده؟ اللي هو الوتر الخاص بالمثلث الاول يساوي الهايبوتينيوس الخاص بالمثلث الثاني، او بقول عليهم كونجروين اللي متطابقين، يعني متطابقين او متساويين في الطول. يبقى هذا بالنسبه لمين؟ للسؤال رقم 2 بالنسبه لهيك. اسئلته بسيطه وسهله وركز فيها، مش هتاخد معاك وقت ان شاء الله. نيجي للسؤال الثاني بيقول لي ايه؟ Is it possible to form a triangle with a given side length؟ If not explain why not. طيب تعال نشوف هنا طريقه سريعه عشان نوجد الكلام ده، عشان تعرف ان هل هم يعملوا مثلث ولا لا. اجمع اصغر اثنين وقارنهم بالثالث. إذا كان مجموع أصغر اثنين أكبر من الكبير، يبقى إذا يمثل أضلاع مثلث، وبالتالي هروح أجمع 9 زائد 12 ألاقيها كام؟ ألاقيها 21. ال 21 أكبر من ال 18 يبقى هقول له يس، دولت ممكن أعمل بيهم مثلث، أعمل بيهم مثلث. طب أنا عايز أتأكد يا أستاذ تاني، خلاص اجمع اثنين تاني، اجمع 9 زائد 18 هتلاقيها كام؟ 27. طب ما أكبر من ال 12. طب عايز أتأكد زيادة، اجمع 12 زائد 18 تساوي 30 هتلاقيها اكبر من الضلع الثالث ب9. يبقى هنا مجموع اي ضلعين اكبر من الضلع الثالث، وبالتالي احنا نعملها بطريقه سريعه ازاي؟ ان انا بجمع اصغر ضلعين واقارنهم بالضلع الثالث. اذا كان اصغر ضلعين مجموعهم اكبر من الضلع الثالث، يبقى مباشره اقول له ينفع يتكون اضلاع مثلث. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه لهذا السؤال. طب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ لو جمعت التسعه اصغر ضلعين زائد 8 الاقيهم كام؟ 17. 17 بيساوي 17، لا يبقى دي اقول له نو،
فالسؤال الثالث أضغط العدد هم 14، يبقى 14 زائد 14 يساوي 28، ودي أكبر من 19، يبقى ينفع تكون أضلاع مثلث، تنفع تكون أضلاع مثلث. عايز تتأكد اجمع كل الضلعين مع بعض وقارنهم بالضلع الثالث زي ما احنا عملنا في أول واحدة، ولكن هي أصغر ضلعين طالما مجموعهم أكبر من الضلع الثالث يبقى يكون مثلث. طب اللي باقي، طب أنا هجمع الصغيرين أهو 23 زائد 26 يا ترى بيساوي كام؟ بتساوي 49. هل هي أكبر من 50؟ لا، 49 أقل، يبقى إذا نو. يعني we cannot form a triangle with this length، يعني ما ينفعش نعمل مثلث بهذه الأضلاع. ليه؟ لأن مجموع ضلعين صغيرين أقل من الضلع الثالث، أو أقول the sum of the smallest legs أو smallest side is less than من the other side أو the third side. طيب اللي بعديه نفس الكلام، يبقى هجمع أصغر 2 يبقى 32 زائد 41 أحصلها كام؟ 73، وهذه أكبر من كام؟ من 63، يبقى إذا ينفع أكون بهم مثلث. اللي بعدها 2.7، يبقى هجمع 2.7 زائد 3.1 ألاقيها عبارة عن مين؟ 5.8، وهذه القيمة أكبر من 4.3، يبقى إذا ينفع أكون أضلاع مثلث. هذه الأسئلة. تعال بقى نشوف السؤال اللي بعديه، بيقول لي إيه؟ بيقول لي find the range of the measure of the third side of triangle، يبقى أنا عايز المدى الخاص بمين؟ بالضلع الثالث، عشان يبقى ضلع ثالث، يا ترى آخد طول ضلعه الطول من فين لفين؟ أكبر حاجة كام وأقل حاجة كام؟ يبقى خلي بالي دايما دايما نخلي بالي، أنا عندي لو الضلع الأولاني مثلا هسميه إيه؟ والضلع الثاني هسميه بي، والضلع الثالث هسميه سي. يبقى دايما السي يكون اكبر من عملية الطرح واقل من عملية المجموع للضلعين الاخرين، ادي القاعدة. يبقى خلي بالك هنجيبها مرة واحدة. طب انا عندي ايه؟ هقول له ايه؟ يبقى في هذه الحالة هقول له 19 - 6 اقل من الضلع الثالث اقل من 19 - 6. يبقى المدى بتاعنا من كام لكام؟ يبقى عندنا هذا 19 - 6 احصل على 13، السي اقل من كام؟ من 5، هذه 6 وليس 16. يبقى إذن في هذه الحالة 19 زائد 6 يساوي كام عندنا؟ 5. يبقى هذا هو المدى بتاع الضلع الثالث من 13 ل 25، أي قيمة ما بين 13 و 25 تنفع الضلع الثالث، هتنفع الضلع الثالث. طيب الثانية، يبقى أعمل إيه؟ أطرح الأول كذا بهذا الشكل، أقول أقل من الضلع الثالث أسميه سي مثلا، أقل من المجموع اللي 29 + 7، يبقى إذا الضلع الثالث لازم يكون أكبر من 22 وأقل من كام؟ من 36. طب والباقي مع نفس الكلام، يعني لو خدنا رقم 12 يبقى هقول له 23 - 18 أقل من الضلع الثالث أقل من 23 + 18. طب 18 + 23 - 18 يعطيني كام؟ 5. الضلع الثالث لازم يكون منها سنة 41. يبقى أي رقم ما بين 5 و41 تنفع أضلاع مثلث. هسيب لك رقم 11 للتدريب، درب نفسك عليه. نشوف سؤال تاني من الأسئلة الموجودة معانا، تعال نشوف كده مع بعض. السؤال الرابع من الهيكل عبارة عن مين؟ بيقول لي prove and apply theorem about inequalities in one triangle. طب انا عندي هنا السؤال بسيط جدا، واساسا زي في المالتيبل تشويس او الاختيار المتعدد او الجزء الالكتروني، فبعمل ايه؟ عايزين نحل المساله باسرع وقت. فبيقول لي list the angle and side of each triangle in order from smallest to least to largest. يبقى انا عايز ارتب زوايا واضلاع المثلث من الصغير للكبير. طبعا هنا الاضلاع موجوده، اصغر ضلع كام؟ يبقى ار اس. أقل من اللي بعده كام؟ تي اس. أقل من كام؟ يبقى تي ار. هذه هي الأضلاع. طب ما الضلع الصغير يقابل زاوية صغيرة، والضلع الكبير يقابل ضلع زاوية كبيرة، يبقى هعمل نفس الكلام. يا ترى الار اس زاوية مين قصادها؟ يبقى أقول له قياس زاوية تي أقل من قياس زاوية التي اس. فين التي اس؟ قصادها زاوية ار، يبقى زاوية ار أقل من أو يساوي حتى اقل من صفر. طب
طبعا هنا ممكن اعرفها من غير ما ارجع للمثلث، طالما عندي حرفين بالحرف الناقص والزاويه، يعني تي ار مين اللي ناقصه اس، يبقى اذا دي يساوي قياس زاويه 2 اس. يبقى دي عباره عن السمولست سمولست، ودي عباره عن مين اللارجست. هذه بالنسبه للترتيب، يعني ما تاخدش معاك 5 ثواني. طب هنا عطيني الزوايا الاول، يبقى ارتب الزوايا الاول، يبقى اصغر زاويه عندي 40، يبقى هنكتب 40. يبقى اذا قياس زاويه تي اقل من قياس زاويه الار، عشان 60 اقل من قياس زاويه، افرق ما بين رمز الزاويه ورمز علامه اقل، زاويه مين اللي هي اس. الضلع الزاويه الصغيره يقابلها ضلع صغير، يبقى الحرفين الباقيين ار اس اقل من ار، يبقى في اس تي اللي ناقص. طيب الاس يبقى باقي عندنا تي اه التي ار. يبقى انا كده رتبتهم من الاصغر الى الاكبر. نفس الكلام في اللي بعديها ما اختلفتش، فانا اقل حاجه اللي هي الاي بي اقل من، يبقى اي سي اقل من بي سي. طب اي بي يبقى اذا قياس زاويه سي، طب اي سي اقل، يبقى قياس زاويه بي اقل من قياس زاويه اي. طب الباقي تعال نشوف، نخلي طبعا راح اسيب لك دي تدريبه لان خلاص زي اللي فوق. طب هنا اعطيني زاويتين، ما طب لازم اجيب الزاويه الثالثه. طب ما احنا عارفين ان زوايا المثلث كلها 180، يبقى لازم اجيب زاويه ار الاول. يبقى 180 زوايا المثلث هنطرح منها زاويه ب 60 وزاويه 54، يبقى الكلام ده يساوي 180 ناقص 114. يبقى اذا النتيجه كام؟ هتبقى عندنا 66 درجة. يبقى أنا خلاص حصلت على دي 66. ده تمام. يبقى نرتب الزوايا، يبقى أصغر واحدة في مين؟ يبقى قياس زاوية تي أقل من قياس زاوية اس أقل من قياس زاوية ار. طب تي يبقى الضلع اللي عندنا اس ار، الزاوية اس يبقى الضلع اللي عندي عبارة عن ار تي، الزاوية R يبقى الحرفين الباقيين مين اللي هي S مين S T. كده رتبنا، وطبعا نفس الكلام هنا هسيبها لك مين للتدريب. تعال نشوف سؤال تاني من الأسئلة الموجودة عندنا النهاردة في الهيكل، اللي هو السؤال الخامس من الهيكل. فهنا السؤال بيقول لي prove theorem and solve problem about angle bisector، يعني منصف الزاوية. طيب تعال نشوف، بيقول لي هات لي زاوية ABE. فين ABE هذه الزاوية؟ نخلي بالنا من القاعدة، لو كان عندي هذا الضلع يساوي هذا الضلع وعاملين تعامد على ضلعي الزاوية كلها دي كده، يبقى لازم BE ينصف الزاوية. يبقى إذا في هذه الحالة طالما دي 43، يبقى التانية كام؟ 43. طب تاني أنا عندي زاوية قائمة، زاوية قائمة، العمود ده قد العمود ده، يبقى لازم هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية، يبقى قياسها كام؟ 47. طب المثل اللي بعديه تعال نشوف مع بعض، يا ترى نفس الحكايه ولا لا؟ طب احنا عندنا هنا هنا خلي بالك عاطين العكس، هو بيقول لي خلي بالك من الرموز هنا في العلامه، عامل علامه كده وعلامه كده، يبقى معناها هذا الضلع او هذا الشعاع او هذا بالنسبه لي هذا الضلع يعني او الري معناها بينصف، يبقى في كي عبارة عن بايسيكتور للانجل تي في ام. طالما بايسيكتور وعملنا عمودين بهذا الشكل، يبقى العمودين اللي عندنا دول مالهم متساويين. طب ما الاول انا عاطيني 2 اكس زائد 1 و 3 3، يبقى 3 اكس ناقص 8 تساوي 2 اكس زائد 1. هات الاكس مع الاكس والعدد مع العدد، يبقى 3 اكس ناقص 2 اكس يساوي 1 زائد مين زائد 8، يعني قيمة الاكس بكام؟ 9. بس هي مش هي المطلوبة، ده هو طالب ام كي، يبقى ام كي هي عبارة عن مين؟ هي عبارة عن 2x بلس 1، يبقى ابدا اعوض، يبقى 2 تايمز 9 بلس مين؟ بلس 1، وبالتالي طبعا دي هتطلع كام عندنا؟ 19، يبقى هذا المطلوب. نيجي كلام تاني اهو نفس الكلام، طالما العمودين متساويين يبقى اذا دبليو ال هو عبارة عن باي سيكتور للزاوية جي دبليو اي. يبقى في هذه الحالة هذه الزاوية نفسها هذه الزاوية، لأن عندي باي سيكتور منصف.
وبالتالي 7x زائد 5 لازم تساوي 3x زائد 2 21. انقل الاكس مع الاكس والرقم مع الرقم، يبقى 7x ناقص 3x يساوي 21 ناقص 5، يبقى اصبحت 4x يساوي كام؟ 21 ناقص 5 يديني 16. اقسم على 4 يبقى x يساوي كام؟ 4. ولكن خلي بالك ما قالكش هات لي زاوية قيمة x، find the value of x. طب هو يقول عايز ميجر اوف انجل اي دبليو ال، طب دي بتساوي فين اي دبليو ال؟ اي دبليو ال يبقى هذه الزاوية. انت لو جبت الثانية بالخطأ برضه نفسها لأنهم الاثنين زي بعض، ولكن خلي بالك يبقى عندنا 7x بلس مين؟ بلس 5. وبالتالي اقول 7 مضروبة في الاكس ب 4 زائد 5 يبقى 7 في 4 28 زائد 5، يبقى هذه الزاوية قياسها كام؟ 33. هذه بالنسبة لهذا السؤال. شوف السؤال اللي بعده، ما زلنا في نفس الكلام يا شباب. يبقى عندنا نفس الكلام، هو عطيني زاوية 19 19، يبقى خلاص هو طالما عندي عمودين يبقى الضلع المقابل للزاوية الأولى يساوي الضلع المقابل للزاوية الأولى، أو العمود يساوي العمود. يبقى إذا في هذه الحالة لازم السبعة إكس تساوي 2X زائد 5. هات الإكس معاك، يبقى 7x ناقص 2x يساوي 5، يبقى اصبحت 5x يساوي كام؟ وبالتالي لما اقسم على 5 احصل على x يساوي كام؟ يساوي 1. طب انا مش عايز الاكس ده، انا عايز iu، يبقى iu عباره عن مين؟ iu اللي هي دي، يبقى 7x يعني 7 مضروبه في 1 يبقى يديني كام الناتج؟ 7. نفس الكلام هنا، العمود دين متساويين وفي نفس الوقت يبقى اذا الزاويتين دولت مالهم؟ متساويتين. يعني ليه؟ لان الواي ام هيكون بايسيكتور للزاويه. وبالتالي اقول له كده 4x ماينس 1 ايكوال 2x بلس 5، زي ما قلنا كل مره بنعمل، يبقى 4x ماينس 2x ايكوال 5 بلس 1، يبقى 2x ايكوال مين؟ 6 ديفايدد باي 2، يبقى اذا الاكس يساوي كام؟ 3. انا عايز مين؟ أنا محتاج أوجد قياس زاوية M W M Y W، فين دي؟ M Y W بهذه الزاوية، يبقى قياسها 2x زائد مين؟ 5. وطبعا لو جبت الثانية بغلط هيبقى الاثنين زي بعض، لأن احنا قلنا منصف بايسكتور، وبالتالي هيبقى عندنا 2 مضروبة في 3 زائد 5، يعني 6 زائد 5 يساوي كام؟ 11 درجة. هذه بالنسبة لمين؟ لهذا السؤال. السؤال اللي بعد كده هنتكلم عن مين؟ عن البوليجون اللي هو المضلعات. فبيقول لي بروف اند يوز ذا بوليجون انتيريور انجل سام ثيرم. طيب يا ترى احنا بالنسبه للبوليجون، اي بوليجون السام اوف انتيريور انجل عباره عن مين؟ يبقى سام اوف ان انتيريور انجلز اوف اني بوليجون عباره عن مين؟ قلنا عباره عن ان ماينس 2 تايمز 180، حيث ال n دي عبارة عن ايه؟ ال n هي عبارة عن number of mean of sides، عدد الأضلاع. طيب افرض كان عندنا regular polygon، يبقى أقدر أجيب قياس الزاوية الواحدة إن أنا أقسم على n، أقسم على n. هتيجي في سؤال بعد كده. فسؤالين أهم، حللنا سؤال، تعال حل السؤال التاني مع بعض. أولا أنا عندي شكل 1 2 3 4، يبقى شكل رباعي. يبقى الأول لازم أجيب مجموع زوايا المثلث الشكل كله، يبقى زوايا الشكل الرباعي أنا حافظها أساسا المفروض تبقى 360، مع السؤال مالتيبل تشويس، فلو أنا حافظها خلاص افتكرت كام؟ 360. طب أنا مش حافظها، أقول عبارة عن الزوايا كلها عبارة عن مين؟ أقدر أقول زاوية L زائد زاوية الـ M زائد قياس زاوية J زائد قياس زاوية K، يا ترى بيساوي كام؟ عدد الأضلاع 4، اطرح منها 2 وهضرب في 180، هطبق هذه القاعده يبقى احصل على كام؟ على 360. طيب ما هي الزوايا دي عباره عن مين؟ هو اعطاني رموز، يبقى الزاويه اللي هي عباره عن مين؟ اكس زائد الزاويه اللي بعدها 2x ماينص 8، الزاويه اللي بعدها 3x ماينص 6، اكس بلس 10، هذا كله يساوي 360. اجمع الاكس مع الاكس، احنا عندنا اكس و2x و3x واكس، يبقى 1 و2 3 6 6 و1 كام؟ 7x، يبقى عندنا 7x. بالنسبه لباقي الارقام عندي سالب 8 وسالب 6، يبقى سالب 14.
سالب 14 و10 يبقى اذا سالب 4. هتروح الناحيه التانيه بشاره مخالفه، او نعملها كده سالب 4 يساوي 360. يبقى اصبح عندي كده 7 اكس، هننقل السالب 4 هنا يبقى تتجمع، يبقى اعطيني 364. اقسم على 7 يبقى اكس يساوي 364 على كام؟ على 7. طبعا دي ب 5، 14 على 2 يبقى كام؟ 14 على 7 يبقى كام؟ 2. يبقى اذا قيمه الاكس بكام؟ قيمه الاكس بكام؟ ب 72. هذه بالنسبه للسؤال. يبقى هنا بيقول لي فايند ذا ميجر اوف ايتش انتيريور انجل. طب انا جبت قيمه الاكس، طبعا الحل ده ناقص لسه، فلازم المفروض ارجع اعوض، لان هو بيقول لي فايند ذا ميجر اوف ايتش انتيريور انجل، يعني مش عايز قيمه اكس، ده انا عايز الزاويه نفسها. طب انا هنا مثلا الزاويه دي الاكس ب 58، انا معوض هنا يبقى 2 في 58 زائد 7، يبقى بالاله حاسبه كده 2 في 58 زائد كام؟ زائد 7. احصل على كام؟ على يبقى هذه الزاويه 123 درجه. طب ودي اكس يبقى 58، طب ودي هنا اكس يبقى 58. الثانيه نضرب بقى نقول له 2 في 58 زائد مين؟ زائد 5 يساوي كام؟ 121. نفس الكلام هنعمل هنا، قيمه الاكس يبقى هنا دي ب 52 درجه. طب نعوض زائد 10 يبقى هتبقى عندنا 62 درجة. طب التانية تعالى نضربها بالآلة الحاسبة، يبقى هقول له كده عندي 3 في 52 ناقص 6 يساوي، أحصل على هذه الزاوية تبقى 150. طب التانية هقول له 2 إكس كام؟ 52 ناقص كام؟ ناقص 8 يساوي كام؟ يساوي 96. يبقى هذه الزاوية أصبحت خلاص جبنا كده أوجدنا كل الأضلاع كل الزوايا. هذه بالنسبه للطريق. يبقى لازم اعوض عشان اقدر، هو طالب مني ميجر اوف ايتش انتري. طب المساله الثانيه، اولا ده شكله خماسي 1 2 3 4 5، يبقى اذا قياس زاويه A المفروض زائد قياس زاويه B زائد قياس زاويه C زائد قياس زاويه D تساوي كام؟ لو انا مش حافظها الخماسي يبقى اعوض، اقول 5 ناقص 2 مضروبة في 180، يعني هحصل على كام؟ على 540. طب ما احنا عندنا زاوية A موجودة و B و C و D نعوض عنهم، يبقى زاوية A اللي هي 90، هو ما قاليش بس معروف المربع الأحمر ده إنها 90. طب وزاوية B 90. طب وزاوية C 2 إكس ناقص 20. زاوية A احنا في زاوية ناقصة هنا نسيناها يا شباب، نخلي بالنا في زاوية ناقصة ما كتبناهاش. يبقى هنكتب الزاويه اللي ناقصه بهذا الشكل. يبقى احنا عندنا زاويه اي لانها كده اربع زوايا اللي كتبناها، يبقى زائد زاويه مين؟ الاي تساوي كام؟ كذا. يبقى اذا في هذه الحاله احنا كتبنا لغايه زاويه سي، يبقى الثانيه هنا اكس والاخيره 2 اكس بلس مين؟ 10. يعني الكلام ده يساوي 500 وكام؟ و40. المساله مالتيبل تشويس، فممكن احلها شيفت صلب بالاله الحاسبه، اكتبها كلها زي ما هي شيفت صلب، او جمع الاكسات الاول. انا عندي 2 اكس واكس يبقى عندنا 5 اكس. 90 و 980 ناقص 20 يبقى 160 زائد 10 يبقى 170 يساوي 540. في هذه الحالة أقول 5x يساوي 540 ناقص 170، يعني النتيجة كام؟ هتبقى اطرح كده يبقى عندنا 0، 14 يبقى 7، 4 يبقى كام عندنا 3. هقسم على 5 يبقى إذا x يساوي 370 على 5، يعني يبقى عندنا 7 وهي 74 درجة. ولكن انا مش عايز قيمة الاكس، انا عايز قياس كل الزاوية. طب ما احنا عارفين خلاص دي ب90 احنا عارفينها، ودي ب90 عارفينها. طب دي هي نفس الاكس يبقى 74. ظل التانية قياس زاوية اي، اقول له كده 2 مضروبة في 74 زائد العشرة، واشوف ده كام. طب قياس زاوية السي تساوي 2 في 74 ناقص مين؟ ناقص 20، ونطلع بكام؟ يبقى إذا في هذه الحالة مثلا دي هتبقى 148 يبقى 158، التانية 148 ناقص 20 يبقى 128 درجة، وكده خلصنا احنا أوجدنا الزوايا كلها هي موجودة بكل على حسب مطالب مني في السؤال. المسألة التانية طبعا احنا قلنا الجزء ناقص فيه يبقى لازم أعوض، طبعا أنا عندي الإكس بكام؟ 68 يبقى دي 68. طب اعوض هنا تبقى كام؟ هتبقى 2 في 68 زائد 14، ونشوف هتطلع كام. التانيه هتبقى 68 زائد 12 يبقى دي تتحول الى كام؟ الى 80.
طب 68 ناقص 4 يبقى دي 64 وهكذا. خلصت المسألة. هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة لهذا الجزء. طبعا اللي فوق كمان هقول 3 في 68 ناقص 6 وكام؟ 20، وأشوف يطلع كام. يبقى هذه بالنسبة لهذا النوع من الأسئلة. بالنسبة للسؤال الخامس بيقول لي إن زيو بيزي جاليري إن فلورنس إيطالي، مدينة في إيطاليا. There is a room built by Pantaleont called the Tribune. La Tribuna in Italian. This room is shaped like regular octagon. يبقى خلي بال كلمة regular octagon لها دلالة معينة. إيه هي؟ أول حاجة الأضلاع تكون كلها متساوية، هذا معناها. تاني حاجة الزوايا اللي عندنا تكون كلها متساوية، يبقى ده أول حاجة. طيب هنا بيقول لك what is the measure of angle formed by two consecutive walls. طب ما دي أدي حائط، الحائط الأول مثلا والحائط الثاني، يبقى معناها انا عايز الزاويه دي، يبقى انا عايز قياس زاويه الاوكتاجون. فالاول لازم اجيب مين؟ الانتيريور. يبقى اقدر اقول الانتيريور عباره عن مين؟ الاوكتاجون عباره عن كام؟ كام ضلع عندنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى اقول له 8 ناقص 2 مضروبه في كام؟ في 180. الكلام ده بيساوي 6، هضربها في 180 احسب بالاله الحاسبه على 1000 وكام؟ 1080. 1080. طيب نجربها بالآلة الحاسبة. طيب تمام، نجرب بالآلة الحاسبة. يبقى إذن هذا عندي الآلة الحاسبة، هذا أقول له 6 في 180 تطلع 1080. خلاص. طيب أنا عايز الزاوية دي، طبعا قلنا الزاوية متساوية، يبقى هقسم من 1080 على عدد الزوايا، ما عدد الزوايا 8. يبقى إذن الزاوية دي تساوي كام؟ 1080 هقسمها على كام؟ على 8، وبالتالي أحصل على كام؟ يبقى 1080 نقسمها على 8 أحصل على الزاوية كام؟ 135 درجة. دي لو أنا أحل دي، لو طلع دي لو مثلا كتاب. طب لو مثلا طلع مثلا أنت بشويز قال لك ممكن أوجدها في خطوة واحدة. إيه هي؟ إن الزاوية الخاصة بأي ريجولار أي ريجولار بلوجن عبارة عن مين؟ أقول له القانون القاعدة كده، نو إن ماينس 2 تايمز 180 أوفر إن، مباشرة خطوة واحدة. يبقى 6 8 ناقص 6 8 ناقص 2 8 ناقص 2 مضروبة في 180 وقسم مرة واحدة على كام؟ على 8. يبقى إذا هكتبها كده بالآلة الحاسبة مرة واحدة وخلصت. يبقى إذا حتى ما فيش داعي إن أنا أكتب، أنا ممكن أكتبها على الآلة الحاسبة على طول. يبقى أقول له كده إيه؟ 8 ناقص 2 مضروبة في 180 وهقسم على كام؟ على 8، أحصل النتيجة مباشرة في خطوة واحدة. فممكن أحلها بهذه الطريقة. تعال بقى نشوف سؤال تاني من أسئلة الهيكل الموجودة عندنا. يبقى السؤال عندنا رقم 6 بيقول A theater floor plan is shown in the figure. The upper five sides are part of regular dodecagon. Dodecagon. انتوا افضل مني في اللغة الانجليزية. تعال بقى نشوف هو طالب مني. بيقول find the angle. Angle 1. زاوية واحدة. طب اجيبها ازاي؟ اولا عندي regular. يعني ايه؟ مضلع ذو 12 ضلعا منتظم. يبقى كل الزاوية بتاعته متساوية. يبقى هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية وهكذا. بس هنا لو عملت كده يبقى هذه الجزئية، خلي بالنا مش زاوية كاملة. طب ايه الخواص التانية؟ ان انا طالما وصلت المركز ده بكل رأس من الرؤوس كده، دايما المضلع المنتظم هذا القطر او نصف القطر عندنا ينصف الزاوية الخاصة بي. طب ما انا دلوقتي عايز اعرف الشكل عندي ده 12 ضلع، يبقى مجموع زوايا كام؟ خلاص يبقى اقول اطبق القاعدة قلنا عليه. يبقى اقول 12 ناقص 12 ماينس 2 تايمز 180 هلاقيها 1800. طب هو عباره عن ريجولار يعني منتظم، وبالتالي ال 1800 هقسمها على 12 زاويه احصل على كام؟ على 150. ولكن انا عندي الزاويه دي، الزاويه القطر يعمل ايه؟ ينصفها. يبقى اذا بالزاويه دي هتبقى كام؟ يبقى اذا نص ال 150 كام؟ يبقى لو انا اخدت المثلث ده كده الاولاني اهو، يبقى هيبقى عندنا مثلث كده هتبقى دي 75. طب ما دي برضه هتبقى 75 لان نص الزاويه اللي فوق الثاني. طب دي 75 ودي 75 يبقى 150. طب باقي كام من المثلث؟ يبقى باقي الزاويه هنا 30. باقي الزاويه 30. طب الزاويه دي 30، يبقى اذا هي مقسمه لكم جزء؟ زاويه واحد دي ادي واحده اثنين ثلاثه اربعه، يبقى 1 2 3 4 5. يبقى اذا 30 هضربها في 5
يعطيني الزاوية كام؟ 150. يبقى قياس زاوية واحد بمية وخمسين. قياس زاوية واحد بمية وخمسين. هذه بالنسبة مين؟ لطريقة السؤال. طبعا في طريقة تانية مشروحة غير الجزئية اللي أنا قلت لك عليها. تعال بقى نشوف الأشكال التانية. بيقول يوز تيست باراليلوجرامز تو ديترمن وذر الكوادريلاترال ار باراليلوجرامز. يعني عايز اشوف الخواص اللي عندي عشان اقول ان هل ده عباره عن باراليلوجرام او نوت باراليلوجرام. طيب هنا عندي ضلعين متوازيين ومتساويين. اول ما الاقي ضلعين متقابلين متوازيين متساويين مباشره هقول له باراليلوجرام. باراليلو يبقى لازم يكون ضلعين متقابلين متوازيين فيهم اسهم كده وفي نفس الوقت متساويين في الطول. طب الثاني هذه الزاويه طيب ما طلع نفس العلامه يبقى الزاويتين دولت مالهم متساويتين. زاويتين مالهم طالما كل زاويتين متقابلتان متساويتان في القياس يبقى اصبح ايضا عندنا باراليلوجرام. هذه بالنسبه مين؟ بالنسبه للسؤال. طب السؤال اللي بعديه بيقول لي الضلع ده يساوي الضلع ده. طب هل لو قال لي في توازي؟ لا. طب قال لي كل الزاويتين متقابلتان متساويتين في القياس؟ لا. يبقى اذا دي نوت باراليلوجرام. ما ينفعش يبقى لها باراليلوجرام. طب الثانية الضلعين المتقابلين متساويين. الضلعين المتقابلين طالما كل ضلعين متقابلين متساويين يبقى عبارة عن مين؟ عبارة عن باراليلوجرام. عبارة عن باراليلوجرام. هذه بالنسبة مين؟ بالنسبة لهذا السؤال. فسؤال بسيط أهم حاجة يبقى عارف الخواص. طيب الجزء اللي بعديه هنا بالنسبة للدياجونال. الدياجونال أعطيني الاثنين دول متساويين والاثنين دول متساويين. دي بتساوي دي وهذا الجزء يساوي. يبقى اذا اعرف كده ان الدياجونال باي سيكت ايتش اذر. الدياجونال باي سيكت ايتش اذر يعني نص في كل من الاخر. يبقى خلاص يبقى اسميها ايه؟ اسميها باراليلوجرام. هذه بالنسبه مين؟ بالنسبه لهذا. طب هنا ضلعان متوازيان وضلعان متساويان. ضلعان متوازيان وضلعان متساويان. هل ده دليل على ان الشكل اللي عندي متوازي اضلاع؟ احنا قلنا الشكل الاولاني ضلعان متوازيان وفي نفس الوقت متساويان. طب هنا عاطيني اثنين متوازيين واثنين متساويين. طب هل ده دليل على ان متوازي اضلاع؟ ما انا ممكن اعمل كده. اعمل دي كده اقول ده ضلعان متوازيان واعمل الشكل ده كده بحيث ان دي بتساوي دي اهو. هل اصبح متوازي اضلاع؟ لا. يبقى لو ضلعان متوازيان ضلعان متساويين ما ينفعوش. لازم يكون ضلعين متقابلين متوازيين وفي نفس الوقت يكون هم المتساويين. طب هو معطيني ضلعين متساويين مختلف. يبقى اذا في هذه الحاله اقول له كده نوت باراليلوجرام. هذه بالنسبه للسؤال. سؤال اخر جايب لي مثلا من الحاله العمليه. فبيعطيني الشكل قدامي بيقول لك ذا سبيس بتوين ذا هينجز اند ترايز اوف ذا كولابسبل تراي اورجنايزر ابيرز تو ذا باراليلوجرام. يعني الشكل ده كده الشكل ده يعني يمثل تقريبا ايه متوازي اضلاع. هذا الشكل هو ايه بيتكلم عليه. فبيقول لك ايه find the value of x. فين الاكس؟ طب خلي بالك هو هنا دي مشاور لي على هذه الزاويه. طيب وجايه مشاور لي على هذه الزاويه ونفس الكلام ونفس الكلام. طب ما احنا لسه جايين قاعده ان اي زاويتين متقابلتين لازم يكونوا متساويين. يبقى هذه الزاويه تساوي هذه الزاويه. يبقى اقول له كده 3x minus 4 equal 2x plus mean 16. يبقى 3x minus 2x equal 16 plus 4 وبالتالي x equal كام؟ equal 20. خلاص. طب ما هو عايز قيمة y. طب مع نفس الكلام هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية. يبقى عندنا 4y minus 56 equal 2y plus mean 34. هات ال y مع ال y يبقى 4y minus 2y equal 34 plus mean 56. يبقى عندنا 2y equal a 90 divided by 2. يبقى ال y equal mean equal 45. يبقى احنا كده اوجدنا قيمة ال x واوجدنا قيمة مين؟ اوجدنا قيمة ال y. نيجي لسؤال تاني ونشوف هنتعامل معاه ازاي. برضو حاجة كده من الحياة العملية بيقول الديكوريشن داتي عاملها شكل متوازي اضلاع. عاملها انكوربريت باراليلوجرام انتو ذا ديزاين. يعني هنا هنعمل شكل متوازي اضلاع ونعمل بيه الديزاين قدام. طب هنا دي مشاوره على مين؟ معناها ان هذا الضلع وهذا الضلع. طب ما احنا قلنا طالما متوازي الاضلاع يبقى كل ضلعين قصاد بعض يساوي متساويين. يبقى لازم 4y ناقص 7 هتساوي 2y زائد 3. ايه تاني؟ لازم عندنا 8x ناقص 3
لازم تساوي 6x زائد 1 طالما باراليلوجرام، يبقى الضلعين اي ضلعين قصاد بعض، اي ضلعين اوبوزيت يعني في اوبوزيت يعني متقابلين، لازم يكون مالهم متساويين في الطول، وبالتالي هتبقى 4y ناقص 2y يساوي 3 زائد مين 7، وبالتالي 2y تساوي 10، اقسم يبقى الواي يساوي كام؟ 5. طب الثانية تبقى 8x ناقص 6x تساوي 1 زائد مين؟ 1 زائد 3. الاكس عندنا كام؟ 1 و3 بس، يبقى 1 زائد كام؟ 3. يبقى اصبح عندنا كام هنا؟ 2x. 2x يبقى اقول له 2x يساوي كام؟ 2x equal 4، وبالتالي قيمة الاكس يساوي كام؟ قيمة الاكس يساوي 2. هذه السؤال نفس الكلام، هو جابه لي على رسومات عاديه. طب انا عندي بالنسبه للقطريه للدياجونال، قلنا الدياجونال بايسكت ايتش اذر، يعني هذا الجزء يساوي وهذا الجزء يساوي هذا الجزء. يبقى اقدر اقول كده 3y minus 5 equal to y plus 18. طب يعني عندنا مثلا negative 3x plus 4 equal negative 4x minus 2. هذه الاسهل، ابدا احل. يبقى عندنا 3y minus 2y equal 18 plus 5، يبقى الواي equal كام؟ equal 23، equal 23، هذه قيمة الواي. طب الاكس negative 3x هجيب لي بشارة مخالفة، يبقى positive 4x equal negative 2 negative 4، يبقى إذا في هذه الحالة يبقى positive x equal negative 6. هذه بالنسبة مين؟ لهذا السؤال. يبقى أنا قيمة الاكس بسالب 6 وقيمة الواي ب 23. طب هنا اعطيني زوايا، طب ما احنا لسه حلينا واحده زيها، يبقى هذه الزاويه تساوي هذه الزاويه، يبقى اذا هذا في تساوي، الزاويتين برضو هنا كده متقابلينها، يبقى اذا متساويين، يبقى اصبح عندنا 7x minus 11 يساوي 5x plus 29. بعد كده عندنا 5y minus 9 equal 3y plus 15. حل هذه المعادلات، ممكن تعملها حتى شيفت صلب بالآلة الحاسبة. يبقى عندك 7x ناقص 5x يساوي 29 زائد 11، يعني 2x تساوي 40، وبالتالي قيمة الاكس لو قسمت على 2 يساوي كام؟ 20. نفس الكلام 5y ناقص 3y تساوي 15 زائد 9، يبقى 2y equal كام؟ 24 divided by 2، يبقى عندنا y equal 12، وهذه المسألة خلصت. فزي ما انت شايف السؤال رقم 7 في الهيكل من الأسئلة السهلة البسيطة تعتمد على خواص متوازي الأضلاع. نيجي للسؤال رقم 8، هنا عبارة عن مين؟ ريكتانجلز، بيتكلم عن المستطيلات. عشان نخلي بالنا من المستطيلات بصفة عامة، ادي المستطيل مثلا كده، ايه الخواص بتاعته؟ هذا الضلع يساوي هذا الضلع، هذا الضلع يساوي هذا الضلع، كمان ايه؟ هذه الزاوية 90 90، او زاوية قائمة رايت انجل. طب ايه تاني؟ قال لك القطرين دولت ينصف كلهم الاخر، يبقى الدياجونال بايسكت ايتش اذر، يعني هذا الجزء نفس هذا الجزء وهذا الجزء نفس هذا، وفي نفس الوقت يكونوا متساويين، القطرين بتوعهم متساويين. هذه بالنسبه لمين؟ بالنسبه للخواص خواص المستطيل. تعال نطبق هذه الخواص عشان نحل المساله اللي عندي، فهنشوف المساله تتحل ازاي. اولا هنا نكتب الارقام اللي كتبهاني على الرسم احسن. فبيقول لي اي بي بستة قدم، فين اي بي؟ هذا الضلع كده ستة قدم. الضلع AD، هذا الضلع AD بكام؟ 2 feet. طيب الزاوية DAE، خلي بالك DAE يبقى ماشي كده، يبقى هذه الزاوية كام؟ 65. فبيقول لي find each major، عايز اوجد الزاوية كلها او اوجد الحاجات الطيبة. طب هو BC بكام؟ فين BC؟ هذه بي سي. طب ما احنا قلنا في المستطيل ان كل ضلعان متقابلان متساويان، يبقى هو نفسه اي دي يبقى طوله كام؟ 2 قدم. طب محتاج دي بي، فين دي بي؟ دي بي هذه الضلع. طب هوجد الضلع دي بي ازاي؟ هو عاطيني دي 2 ودي 6. طب ما انا عارف ان الزاويه دي من خواص المستطيل ان هذه الزاويه زاويه قائمه، يبقى اصبح عندك مثلث قائم الزاويه بهذا الشكل، هذا الضلع ب 2 وهذا الضلع ب 6، يبقى نقدر نوجد دي بي. يبقى اذا دي بي هي عبارة عن مين؟ الجذر التربيعي، ده عبارة عن وطأ انا عايزه، يبقى مربع الاثنين زائد مربع الستة، يبقى 36 زائد 4 يبقى كام؟ 40.
وجذر الأربعين كام؟ اتنين جذر عشرة، يبقى دي بي يساوي اتنين جذر عشرة. nearest tenth يبقى لازم أحولها على علامة عشرية بدل الحاسب، يبقى أقوله كده الجذر التربيعي، جذر التربيعي أربعين، أضغط على اس دي، طلعت كام؟ أنا عايز nearest tenth، الثلاث جنبها اتنين يبقى مش هتزيد حاجة، يبقى دي معناها كام؟ هتبقى النتيجة آخر حاجة 6.3. طيب رجع بيقول هات لي قياس زاوية السي اي بي، يبقى لازم احدد فين سي اي بي؟ سي اي بي هذه الزاوية. طب هنوجد الزاوية دي ازاي؟ تمام، يبقى احنا عندنا دلوقتي الزاوية دي كام؟ 65، يبقى اقدر اقول ان هذه الزاوية كده 90، يبقى هذه الزاوية كام؟ 25. يبقى احنا عندنا اوجدنا هذه الزاوية. طيب احنا قايلين ان الضلع ده يساوي نفس الضلع ده، فاحنا قلنا القطران مالهم؟ متساويان، ومالهم؟ الدايجونال بايسكت اتش اذر، يعني ينصف كل من اخر. يبقى اذا هذه الزاويه خمسه وكام؟ 20. طب دي 25 ودي 25 يبقى 50، يبقى هذه الزاويه كام؟ هيديني الزاويه عندنا 130 درجه. طيب الزاويه اي دي سي فين الزاويه اي دي سي؟ تعال كده نشوف ايه، نشيل كده شويه عشان ايه تبقى الامور واضحه. انا عايز الزاويه مين دلوقتي؟ عايزين زاويه اي دي. طب ما احنا لسه جايبينها اساسا من 25، كنا لسه حاسبين. ادي الاسئله بتاعتي، نخلي بالنا كمان انا عندي الضلع ده يساوي الضلع ده، فهو اعطيني 65 يبقى دي 65 برضه، فخلي بالي من هذه الجزئيات البسيطه عشان ما نغلطش فيها. نفس المساله بالظبط بس جيبها لي في حبكه دراميه ثانيه، يعني عباره عن طاولات موجوده في مسرح ولا حاجه، اعطيني دي اتش. الدي اتش بكام؟ فين دي اتش؟ دي اتش يبقى هذه الجزئيه اعطاني ب 44 فاصل 5. طالما دي 44 فاصل 5 ودي عباره عن جل مستطيل ريكتانجلر روم، يبقى اذا هتبقى دي برضه 44 فاصل 5، هذه الجزئيه 44 فاصل 5، هذه الجزئيه 44 فاصل 5. طالما ريكتانجل يبقى طالما ريكتانجل يبقى كله متساوي، لان الدايجونال بايسكت اتش اذر، دايجونال ار ذا سيم ان ذا لينكث، يعني متساويين في الطول. طب يعطيني ايه تاني؟ اي اف فين اي اف؟ هذه هذا الضلع اي اف اعطوني بكام؟ بتسعه. خلاص طالما 39 يبقى هذا الضلع ايضا اللي قصاده 39، انا لازم اعمل كده عشان احل بس بسرعه. طيب زاويه جي اتش اف، جي اتش اف يبقى هذه الزاويه قياسها بيقول لي 128. طب ما انا عارف ان هذا ده خط مستقيم كده، فدي 128 كماله ال 180 تبقى كام؟ تبقى 52. الزوايا المتقابلة بالرأس متساوية في القياس، يبقى دي 128 سوري 128، والزاوية اللي هنا تبقى كام؟ 52. يبقى أنا كده بقوي كل حاجة مرة واحدة، بعد كده نشوف المطلوب. إيه المطلوب؟ بيقول لي فايند ذا اتش، يبقى أنا عايز دي جي، فين دي جي؟ طب ما إحنا خدناها خلاص 39. جي إي فين الجي إي؟ عايز جي إي، جي إي كلها. طب ما انا عندي جي اي دي عباره عن نصها 44.5 ونص، يبقى دي عباره عن كام؟ اقول 2 مضروبه في 44.5، يعني دي 88 على كام؟ 89 قدم. ادي الاسهل. فانت لما تكتب بياناتك على الرسم اسهل لك، سهل عليك. طب زاويه اي اتش اف، زاويه اي اتش اف، طب ما احنا حصلناها بكام؟ ب 52. طب زاويه اتش اي اف، اتش اي اف اتش H E F يبقى هذه الزاوية. طب ما احنا لسه قايلين ان هذا الضلع يساوي هذا الضلع، طب انا عندي زاوية بكام؟ دي 52، يبقى باقي كام؟ يبقى اقول له 180 ناقص 52، هذا الباقي من الزاوية دي هقسمه على كام زاوية بالتساوي؟ 2. يبقى عندنا 128 على 2، يبقى الزاوية بتاعتنا بكام؟ يبقى كل واحدة منهم ب 64 درجة. هذه بالنسبة لهذا النوع من الأسئلة، فيا ريت نخلي بالنا. تعالى بنشوف سؤال تاني ونشوف نتعامل معاه. سؤال أسئلة تاني زي كده، بيقول لي هات لي قيمة إكس، هات لي قيمة إكس. طيب ماشي، فأنا عندي ده بيقول لي كوادرات الـ A B C D، طالما أربع حروف يبقى شكل رباعي. الشكل الرباعي نخلي بالنا إن أنا عندي مثلا عبارة عن إيه؟ قال لي ريكتانجل، خاص شكل رباعي ماله؟ مستطيل. طالما قال لي مستطيل يبقى خواص المستطيل لازم تبقى في دماغي. ايه خواص المستطيل؟ هذا الضلع يساوي هذا الضلع، وهذا الضلع يساوي هذا الضلع.
الأجزاء دي كلها كده متساوية، لأن القطاع منصف كل منهما الآخر ومتساويان في الطول. طب تعال نكتب، هو عاطيني إيه؟ بيقول لي زاوية اي دي ام اي دي بي، فين اي دي بي؟ زاوية اي دي بهذه الزاوية، يبقى دي عبارة عن 4x زائد 8. طب زاوية دي بي اي، زاوية دي بي اي، زاوية دي بي اي، يبقى دي عبارة عن كام؟ 6x زائد 112. وانا عارف ان هذه الزاويه لازم اعرفها كلها كده، ده المستطيل يبقى زاويه 90. فاحنا لو خدنا هذا المثلث كده، اخدنا هذا المثلث، يبقى انا عارف قياسات زوايا المثلث كلها كام؟ 180. فادي الثلاث زوايا مجموعهم 180، عوضنا الزاويه 4 اكس زائد 8، 6 اكس زائد 12 زائد 90 يساوي، اختصرنا طلعنا قيمه اكس ب 7. هذا طريقه الحل. المساله التاليه زيها بالظبط، ما اختلفتش، بس دي عليها كذا مسألة. الرسم اللي عندي جايب عليها كذا مسألة، حلنا ثلاثة وتعال نحل الاثنين اللي احنا الباقيين. أنا لو عندي مثلا الزاوية اتش جي اي، فين اتش جي اي؟ فهنا مثلا بيقول لي الزاوية اتش جي اي، اتش جي اي بهذه الزاوية، يبقى قياسها 13، بيقول لي إنها زاوية 13. فبيقول لي أنا عايز اف جي اي، فين اف جي اي؟ اف جي اي يبقى هذه الزاوية. طب ما أنا عارف إن الزاوية دي كلها على بعضها 90، يبقى إذا بيساوي كام الزاوية دي اللي أنا طالبها مني؟ اقول له كده قياس الزاويه المطلوبه، زاويه اف جي اي هي عباره الزاويه كلها 90، هنطرح منها زاويه 13، يبقى هيبقى عندنا 7 وكام؟ 67، 77، يبقى 77. هذا السؤال، يبقى انت عارف الخواص هتعرف تحل بكل سهوله. طب المساله الثانيه، تعال نشوف المطلوب الاخير دوت كده، بيقول لي انا عندي اي اف، فين اي اف دي؟ اي اف هذا الضلع بكام؟ بيقول لي ان طوله عبارة عن 4x ناقص 6. طيب والضلع التاني اتش جي اللي تحت اكس زائد 3. طب ما احنا قلنا اي ضلعين قصاد بعض في المستطيل لازم يكونوا متساويين، يبقى لازم 4x ناقص 6 تساوي اكس زائد 3. هات الاكس مع الاكس، يبقى 4x ناقص اكس تساوي 3 زائد 6، يبقى عندك 3x تساوي 9. يعني قيمة الاكس بكام؟ ب 3. بس هو مش عايز قيمة الاكس، ده هو عايز الطول اي اف. طب واذا اي اف بكام؟ احنا لسه جايلين الاي اف دي 4x ناقص 6، يعني 4 ضرب 3 ناقص 6، يبقى اذا هيطلع معانا كام؟ 6. 4 ضرب 3 12 ناقص 6 يبقى 6. يبقى ده سؤال تاني من الاسئله الموجوده معانا في الهيكل. نيجي بقى لمين؟ للرامبس والسكوير. يبقى الرامبس والسكوير، يبقى اذا لازم اكون عارف خواصه. الرمبوس القطران متعامدان وينصف كل من الاخر، ولكن فيهم ضلع قطر كبير وضلع وقطر صغير. طب بالنسبه للرمبوس اضلاعه كلها متساويه، يبقى اذا هذه خاص مين؟ والرمبوس عباره عن اي زاويتين قصاد بعض متساويين. طب بالنسبه للمربع السكوير اضلاعه كلها متساويه، زواياه كلها متساويه، كل واحد منهم 90. القطرين معموديين برضه متعامدان بالبنديكولار، وكل هما الاثنين متساويين وينصف كل من الاخر، والزوايا برضه متقابله متساويه يعني كلها 90. طب تعال نشوف، بيقول لي الكوادراتيك دي عباره عن مين؟ رامبوس. يبقى اول مسألة دي على الرامبوس، يبقى رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 ورقم 4، انا رسمته كذا مره عشان ما نبقاش نمسح ونكتب كده. طيب فانا بيقول لي ان زاويه عندنا اي بي دي، اي بي يبقى هذه الزاويه ب 60. فبيقول انا عايز زاويه بي دي سي، بي دي سي. طب ما هو رمبوس، يبقى اذا طالما رمبوس يبقى هذين الضلعين متوازيين. طالما متوازيين لو مشينا كده حرف ايه ده كده اللي احنا خدناه قبل كده، ايوه حرف زد، يبقى اذا دوت الترنيت انتيريور انجل. وطالما الترنيت انتيريور انجل يبقى متساويين في القياس، يبقى قياس زاويه بي دي سي يساوي قياس زاوية A B D، وده عبارة عن interior angle alternate interior angle، يبقى إذا قياسهم متساوي، يبقى إذا 60 درجة. 60 درجة هذه الناس. طبعا أنا هنا السؤال multiple choice ومش عايز أكتب أنا كلام interior angle، لأ أنا بقول لك كده شفوي عشان تبقى فاهمها بس، لأن إحنا multiple choice عايزين نحلها بأسرع وقت ممكن عشان ننجز ونشوف نوفر وقت للأسئلة الباقية اللي هي الكتابية. طيب الثانية بيقول لي اي اي، فين الاي اي؟ هذا الضلع 8،
هذا جزء بس. طب ما انا عارف اساسا ان ال diagonal bisect each other، يبقى هذا الجزء الثاني كم هيبقى؟ 8. طب ما انا عايز AC، يبقى هقول له كده AC تساوي 2 AE، يعني كد ال E كم مرة؟ مرتين، يبقى 2 ضرب 8 يبقى يساوي كام؟ يساوي 16. هذه السؤال. طب السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ AB، AB ب 26، هذا الضلع ب 26. طب ايه تاني؟ بيقول لي دي بي، فين دي بي؟ هذا الضلع بكام؟ ب 20. فبيقول لي هات لي طول الضلع AE، هذا الضلع يا ترى كام؟ ودي حاجة مهمة وحلوة. أولا لازم أكون عارف يا إن هنا طالما عبارة عن رامبوس يبقى هذه الزاوية زاوية قائمة. كمان هنا الدياجونال بايسكت اتش اذر، طب ما دي كلها 20، يبقى دي كام عندنا؟ 10. يبقى اصبح عندنا ايه؟ اصبح عندنا مثلث قائم الزاويه. يبقى اذا هذا المثلث يبقى كده شكله كده، عندنا دي 10 وعندنا دي 26، فانا محتاج AE. طب يبقى اذا AE بكام؟ يساوي الجذر التربيع، الوتر موجود يبقى 26 تربيع، وطالما الوتر موجود هنكتب ناقص، ناقص كام؟ 10 تربيع. الكلام ده بيساوي طبعا دي شغل الآلة حاسبة. يبقى إذا كده بالآلة حاسبة هنبدأ نحسب الكلام الموجود عندنا. يبقى هذه هي الآلة الحاسبة، عايزين الجذر التربيعي ل 26 تربيع ناقص، ناقص كام؟ 10 تربيع، يساوي حصلت 24. خلاص يبقى اذا قيمة ال AE 24. هذا السؤال. طب السؤال اللي بعده بيقول لي find the measure of CEB في CEB CEB. طب هتقول لي هم مش عاطين اي حاجة معاها، لان هي مش محتاجة، احنا لسه قايلين ان first diagonal perpendicular to the second diagonal طالما رمبوس، يبقى لازم اكون عارف ان دي اساسا قياسها كام. اقول له ميجر اوف سي اي بي، لازم اكون عارف انها 90 درجه. ليه؟ لان دايما اي سي بيربنديكولار تو بي دي طالما عندنا رمبوس، او برضه السكوير نفس الكلام. طيب تعالى اشوف السؤال اللي بعده، نفس الكلام اهو، دي كله عمال على الرمبوس، وبالتالي عندي سي بي دي، سي بي دي هذه الزاويه قياسها 58. طب عايز مين؟ A C B A C، يبقى عايز الزاوية. طب احنا لسه قايلين ان هذه الزاوية اساسا 90. طب ما انا اصبح عندي ايه؟ اصبح عندنا هنا مثلث فيه زاوية 90 وفيه زاوية كام؟ 58. يبقى هقدر اجيب الزاوية التالتة، يبقى قياس زاوية A C B المثلث كله 180، نطرح منه زاوية 58 وزاوية كام؟ 90. يبقى إذا 180 نطرح منها 148، يعني النتيجة كام؟ هتبقى 32 درجة. طب المثل اللي بعده إيه؟ بيقول لي إيه إيه بكام؟ 3 إكس ناقص 1. طب وإيه سي؟ خلي بالك ده واعطيني إيه سي كلها، أعطاني بكام؟ 16. طيب عندنا حاجة من الاتنين، يا اما هقول له كده انا عندي اي سي تساوي 2 اي اي وابدا اعوض، او اقول طالما دي 3 اكس ناقص 1 يبقى الثانيه 3 اكس ناقص 1 واجمعهم مع بعض اقول يساوي 16. دي صح ودي صح، فايه اللي يشوفها المناسب ليك. تعالى بقى نكمل، يبقى الاي سي بكام؟ ب 16 يساوي 2 مضروب في الاي اي اللي هي 3 اكس ناقص 1، نفك الاقوال يبقى 16 تبقى 6 اكس ناقص 2، انقل الاثنين مع 16 تعطيني 18 يساوي 6، وبالتالي قيمة الاكس يساوي 3، وهو طبيعتي قال لي هات قيمة الاكس، خلاص جبنا قيمة الاكس. لسه في السؤال رقم 7 بيقول لي ايه؟ زاوية سي دي بي، خلي بالك سي دي بي، يبقى هذه الزاوية بيقول لي انها 6 واي. زاوية اي سي بي، فين اي سي بي؟ اي سي بي هذه الزاوية قياسها كام؟ بيقول لي 2 واي زائد 10. find the value of y، find the value of y. طيب اجيب الواي ازاي؟
فهنا خلي بالنا، اولا احنا عارفين من خواص معين برضه، واحنا عارفين من خواص معين ان هذه زاويه 90 وكمان دي بتساوي. طب لما الاثنين متساويين يبقى الزاويتين اللي هنا والزاويه اللي هنا متساويه بدي 6 واحد، فاصبح او اقول برضه الزاويه اللي فوق دي عباره عن سي اي، عباره عن بايسيكتور لمين؟ للزاويه دي سي اي، يعني هذه الزاويه نفس الزاويه دي. ايوه احنا فيهم تمشي. فخلاص انا هاخد مين دلوقتي؟ هناخد المثلث اللي فوق ده، عندنا موجود كل حاجه، زاويه عندنا ب 6 واي، وزاويه تاني 2 واي زائد 10، والزاويه التانيه 90. يبقى الكلام ده لازم يكون كله مجموع زوايا المثلث 180. يبقى اصبح عندك 8 واي زائد 100 تساوي 180. رحل ال 100 بإشارة مخالفة، يبقى 8 واي تساوي 180 ناقص 100 احصل على 80، اقسم على 8 تحصل على قيمة الواي بكام؟ ب10. مهم جدا، لازم تبقى عارف الخواص. طب نيجي للسؤال رقم 8، بيقول لي AD، فين AD؟ هذا الضلع، بيقول لي انها عبارة عن 2 اكس زائد 4. طب CD، فين CD؟ CD عبارة عن 4 اكس ناقص 4. طب ما هو في البداية خالص بيقول ان الشكل دي الرامبوس، الرامبوس خلي بالك ان لازم كل اضلاعه تكون متساوية. طب يبقى الاتنين دول متساويين، يبقى اقول له كده 4 اكس ناقص 4 تساوي 2 اكس زائد مين؟ زائد 4. هات الاكس مع الاكس، يبقى 4 اكس ناقص 2 اكس يساوي 4 زائد 4. فاصبح عندنا 2 اكس تساوي 8 قسم على 2، يبقى اكس يساوي كام؟ يساوي 4. هذه بالنسبة للسؤال. يبقى خواص لازم اكون حافظها عشان اقدر احل. نيجي بقى لمين؟ لاخر سؤال عندنا رقم 9 ده. بيقول ايه؟ هنا مثلا غير اللي فات، بيقول سكوير. طب ما انا لازم اكون عارف السكوير، هذه الاضلاع كلها متساوية، هذه الزاوية الزوايا كل واحدة منهم 90، الاقطار متساوية وينصف كل منهما الاخر. طب هو عاطيني ايه في المسألة؟ بيقول لي بي ار، فين بي ار دي؟ هذه بي ار، هذه هنا من اول هنا لهنا. بيقول لي ان طوله 42، طب عايز مين هو؟ عايز تي ار. طب دي، طب ما احنا قايلين ان الدايجونال بايسكت اتش اذر، يعني اذا في هذه الحالة ان تي ار لازم تساوي نص البي ار، يبقى نص ل 42 يعني طولها كام؟ 21. مع بي ار كلها 42. طب انا النقطة اللي في النص دي قسمت القطر الى نصفين، يبقى لازم اقسم ال 42 على 2، يبقى كل قطر منهم 21. نيجي اخر سؤال النهاردة معانا في الفيديو، لـ apply the probabilities of kites to solve real world. طبعا في مسألة محلولة، نحل المسألة التانية. فبيقول لي عايز زاوية دي، هذه الزاوية. نخلي بالنا من حاجة، إن أنا عندي الكيت أو الكايت الخاصة أو اللي هي الطائرة الورقية، الضلعين دول زي ما أنت شايف متساويين، هذين الضلعين متساويين، يبقى هاتين الزاويتين يكونان متساويتين في القياس. فأعمل إيه؟ هسميها إكس وخلاص، يا ولد دي اسمها إكس ودي اسمها إكس. طب ده شكل رباعي. طب الشكل الرباعي معروف ان قياسات زوايا 360، يبقى لازم اقول له كده ان انا عندي ال 36 هجمعها مع ال 70 وهجمع معها اكس واكس، لازم يكون الناتج كام؟ 360. يبقى عندنا كام دي؟ هتبقى 106 زائد 2 اكس يبقى 360. رحل بشارة مخالفة، يبقى 2 اكس يساوي 360 ناقص 106، يبقى 2 اكس تساوي كام؟ نطرح بقى، يعني ممكن نطرح بالآلة حاسب، أقول 360 ناقص 106 يساوي 254. طب لو قسمت على 2 يبقى 1 2 7 وبالتالي 127. طب مين هي ال 127؟ هي الدي، يبقى قياس زاوية دي يساوي 127 درجة. ادي الخاصية. نيجي بقى للسؤال 15، خاصية فيه حاجات كتير، خلي بالك، دي سؤال محلول. أولًا ده عبارة عن قايت، يبقى لازم أخلي بالي إن القطران متعامدان. القطران متعامدان. أنا عندي القايت إن دي بتساوي مين؟ بتساوي دي، وهذا الضلع يساوي هذا الضلع. يبقى نخلي بالنا
ان انا عندي ده يعتبر القطر الكبير وده القطر الصغير، فدايما القطر الكبير ينصف القطر الصغير، يبقى خلي بالك. ولذلك هو اعطيك دي 7 ودي 7 تاني 4 و11، فقاعده صح. طيب السؤال ده محلول، تعال ناخد مساله زيها بالظبط في اللي بعدها. فبيقول لي فايند ار اتش، ار اتش اللي هي دي. طب انا دلوقتي عندي 20 ودي 12، طالما عندي ضلع يساوي ضلع يبقى هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية، بس أنا مش عايز زوايا، وهذا الجزء يساوي هذا الجزء، يعني دي ب 12. يبقى أصبح عندنا المثلث ده، وإحنا من خاصية تاني من خواص الكريتيريا إن القطران متعامدان، يبقى هذه الزاوية قائمة. يبقى إذا عندنا مثلث قائم الزاوية بهذا الشكل، عندنا دي آر، وعندنا النقطة في النص دي ما لهاش اسم خلاص بسيبها زي ما هي، وعندنا الاتش. يبقى عندنا الار اتش بكام؟ يبقى ار اتش يساوي الجذر التربيعي، اول دي 12 ودي كام؟ 20. طالما انا عايز الهايبوتنيوس او الوتر، يبقى مربع ال 12 زائد مربع مين؟ ال 20. وطبعا دي الحاسبة بكملها. يبقى اذا الجذر التربيعي 12 تربيع زائد 20 تربيع يساوي، الاقيها كذا. طب هو هنا بيقول لك ايه؟ write your answer in simplest radical form. radical form يعني radical form معناه بسط مقام او جذر تربيعي ابسط. سوري radical يبقى ابسط حاجه جذر تربيعي، فدي اي حاجه هي بتبسطها جاهزه يعني. يبقى دي عباره عن 4 جذر 34، يبقى دي 4 جذر 34. طب الجزء الثاني بيقول find the perimeter. طيب انا دلوقتي ال RH جبتها ب 4 جذر 34، يبقى اذا ال اتش اي ايضا 4 جذر 34، يبقى ناقص عندي اجيب الضلعين الباقي. طب ما انا لو اخذت هذا المثلث مثلا اللي تحت ده، او اخذت المثلث اللي فوق، لو جبت الضلع اي اس يبقى نفسه ار اس، يبقى هنوجد مين احنا؟ هنوجد الضلع اي اس، هي عباره عن الجذر التربيع لمين؟ ل 12 تربيع زائد 28 تربيع. يبقى الكلام ده بيساوي كام؟ الاله الحاسبه نكمل. يبقى هذه الجزئية هقول الجذر التربيعي 12 تربيع بلس 28 سكوير، اضغط يساوي، حصلت على 4 جذر 58، 4 جذر 58. طب هذه برضه ايه؟ طالما دي 4 جذر 58 يبقى اللي فوق دي 4 جذر 58. يبقى اذا البيراميتر، يبقى البيراميتر عبارة عن مين؟ عبارة عن هجمع الكل مع بعض، عندنا 4 جذر 34 زائد 4 جذر 34، الاثنين البقيات عندنا 4 جذر 58 زائد 4 جذر مين؟ يبقى الثانية دي أخيرة عبارة عن 4 جذر 58. يعني نقدر نقول هنا 8 جذر 34 زائد 8 جذر 58. طب هو بيقول لي نيرست تنس، يبقى هحول علامة عشرية خلاص، طالما قال لي نيرست تنس يبقى لازم احول علامة عشرية. يبقى احنا عندنا 8 جذر 3 4 اتحرك بره الجذر بقى يكتب زائد 8 الجذر التربيعي 5 8، اضغط يساوي، اضغط اس دي، احصل على 107، عايزها نيرست تنس. طب ال 5 جنبها 7 يبقى هتزيد 1 يبقى 107.6، يبقى دي عبارة عن 107.6، وما اعطينيش هنا لا متر ولا سنتي ولا حاجة، فهسيبها مش هنكتب حاجة جنبي. هذه بالنسبة لمين؟ بالنسبة لهذا السؤال، ودي آخر سؤال عندنا هيكون النهاردة عندنا في الفيديو بالكامل. يبقى خلي بالي، تعال مع بعض نشوف ازاي. فهنا بيقول لي الترابيزويد، شبه منحرف. شبه منحرف خاصه ايه؟ أولا بس عندنا ضلعان متقابلان متوازيان ولكن غير متساويان في الطول. ولكن لو كتب لي كلمة ايسوسيليز ترابيزويد في الحالة دي، طالما ايسوسيليز ترابيزويد يبقى لازم هذا الضلع يساوي هذا الضلع. ايه تاني؟ ان لازم هذه الزاوية تساوي هذه الزاوية، وهذه الزاوية اللي هي سي تساوي الزاوية دي. الكلام ده لما يقول لي ترابيزويد ايسوسيليز ترابيزويد يعني شبه منحرف متساوي الساقين، يبقى لازم يحقق هذه الخواص. طب ما هو عاطيني اي سي، فين اي سي؟ عاطيني اي سي، طب نفس الكلام حاجه تاني، طالما عند اي سوس الترابيزويد يبقى لازم يكون الدياجونال ار ايكوال، فالاي سي اعطيهاني بكذا،
والبي دي يبقى الاثنين دول قطرين، يبقى لازم طالما عندنا ترابيزويد ايسوسيليس ترابيزويد يبقى لازم يكون متساويين، يبقى القطران متساويين، سويناهم ببعضهم وطلعنا منها قيمة اكس. طب المسألة الثانية بيقول لي ايه؟ انا عندي زاوية اي بي سي، فين اي بي سي؟ اي بي سي هذه الزاوية كلها كام دي؟ هتبقى 4 اكس زائد 11. وزاوية دي بي اي، زاوية دي اي بي هذه الزاوية بكام؟ 2 اكس زائد. طب ما احنا لسه قايلين طالما ايسوسيليس ترابيزويد يبقى هذه زاوية ايه هي نفسها زاوية بي، زاوية دي هي نفسها زاوية سي، يبقى انا عندي قياس زاوية اي بي سي تساوي قياس زاوية دي اي بي. يبقى اصبح عندنا 4 اكس زائد 11 يساوي 2 اكس زائد مين؟ 33. يبقى 4 اكس ناقص 2 اكس يساوي 33 ناقص 11. عندك 2 اكس يساوي كام؟ 22. اقسم على 2 يبقى قيمة الاكس يساوي كام؟ يساوي 11. يبقى احنا هنقسم على 2 يبقى قيمة الاكس يساوي كام؟ 11. طب هنا بيقول لي فايند خلاص احنا زاوية اي بي سي دي از ايسوسيليس، يبقى لازم زاوية اي تساوي زاوية بي، زاوية سي تساوي زاوية دي. طب هل اي تساوي دي؟ لا، الاي ما تساويش دي ولا البي تساوي سي. يبقى خلي بالك، يبقى اسمها دوت هي الانجلز اوف ذا بيز اللي هي زوايا القاعدة، زاويتي القاعدتين المتوازيتين. هذه بالنسبة لمين؟ بالنسبة لأول 10 أسئلة في هيكل الصف العاشر عام منهج الريفير. نلقاكم على خير إن شاء الله في الجزء الثاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.